habitat. منطقة قاحلة، أرض قاحلة. اللي أنا عايز أقول لحضراتكم إن ده التخيل اللي عندنا كباحثين في مصر، إن حوالي 96% من الأرض بتاعتنا أرض قاحلة، لكن خلونا نتفق اتفاق مع بعض إن برضو الأراضي القاحلة دي فيها different ecological habitats، فيها بيئات مختلفة، بيئات بحرية، عندنا بيئات زراعية، عندنا بيئات صحراوية، عندنا جوه البيئات الصحراوية ويسد، عندنا المنطقة بتاعة البيئات الجبلية وجمهورية سانت كاترين، ويمكن سانت كاترين ابتدت تعلى الأيام دي بمناسبة التلج، كل ما ينزل تلج الناس تتصور، حتى في ناس بتجيب كير وتحطه على الأرض وتتصور جنبه وتقول لك كنت في كاترين، فيعني الناس بتموت عليه. لكن دي الصورة اللي أنا تماني بحب استخدمها أنا وحضرتك، هشوفها طويلة لأن حضراتكم يمكن أفضل مني في حاجات كتيرة، لكن خلونا نقول إيه الفطريات وإزاي نقدر نستغلها بشكل واضح في الصناعة. في مع حضراتكم ورقة وسعت عليكم ساعة التسجيل، هتلاقي فيها كده شكل من الأشكال، حاطط لك اختلافات كتيرة لطرق تطبيق الفطرية. كل الوقت عندها فكرة إن في عندنا حاجة اسمها البيوفيلم، والبيوفيلم ده اللي بتكونه البكتيريا، لكن مش واخدين بالهم إن الفطريات بتكون هي كمان بيوفيلم، أسبراجيلوس فيميجاتس، الكانديدا وغيرها بتعمل بيوفيلم. طبعاً بعض أنواع من الفطريات بتنتج ما يصب تكوين البيوفيلم، زي ما بيقول كده حضرتك بيبدأ يتكون عندك بيوفيلم مع السنان، ثم السنة تبدأ تتلوث أو غيره تتسوس. أنتي كانسر إيجنت، عندنا منتجات ضد مرض السرطان. انتي ديابيتس، تنتج مواد نجلاء اهي قاعده هناك، نجلاء دي بتشتغل على الانتي ديابيتس من الفطريات. طبعا بتحسن امبروف نيرف فانكشن، اخواننا بتوع كاترين جانوديرما وغيره. كارديوفاسكولار ديزيز كنترول باي فانجي، انتي فايرال ايجنت، كلها مجموعات من المواد الفعاله اللي لازم حضرتك تربطها مع الكونديشن. يعني شريف شغال على فطر من مصر، واحمد شغال على فطر من ايطاليا، وبمناسبه لسه راجع من ايطاليا، الفطر بتاع شريف بقى اقوى منه لانه جاي من هارش هابيتات، من بيئه صعبه، من بيئه ديزرت، فتبقى الماده الفعاله والسكندري ميتابولايتس بتاعته اللي طالعه اقوى من الفطر بتاع المتدلع، يعني زي ما كنا كده بنقول زمان، وقت في مدرسه خاصه وقت في مدرسه حكومه، مدرسه حكومه بطل ينزل يقطع المدرسه الخاصه كلها ويروح. الطفل بتاعنا اجل وشامل هيك. بالنسبه للاستراتيجيز اجينست بلانت ديسيز باي كنترول، ازاي نستخدم الفطريات كباي كنترول اجينست انسكت اجينست نيماتود، بيستخدموا الكلام ده. هل يا ترى نقدر نستخدمها اجينست ويت؟ استاذنا الدكتور زكريا بقى والدكتور ياسر شبانه في كليه العلوم جامعه المنصوره كانوا مطلعين مايكو هيربيسايدز، مطلعينه من الالترناريا ايكورنيا وعازلينه، وكانوا بيستخدموه عشان يقضوا على ورد النيل، فده تطبيقات مصريه وموجوده. هل يا ترى كمان موجوده عندنا الفطريات تقدر تعمل مع البوست هارفست ديسيز؟ كل كده بتشتري فراوله اليومين دول تقعدها يوم ولا يوم ونص، تبص تلاقي طالع لك عليها الفطر الجراي بوترايتس سيناريه، وده المفروض بوست هارفست ديسيز، ودلوقتي اثبتوا انه بيطلع مايكروتوكسين. ابتدوا يستخدموا كمان الفطريات في التحكم في امراض الرصد وغيرها. طبعا بايو فرتلايزر، تقدر تقول الفطريات بتستخدم كبايو فرتلايزر اكيد طبعا، النو هاو اللي بيعملوه الشركات الاسبانيه، ياخد منك الفطر ويبدا يركبه لك في صوره امنه، وتبدا تدرس السميه بتاعته وتطبقه. مجموعه كبيره جدا من الفعاليات اللي بتقدر الفطريات تعملها وتنتجها، بتطلع مواد ليها طعم، بتطلع الوان طبيعيه. بتطلع الوان طبيعيه، الفطريات بتطلع الوان طبيعيه، والاهم من الالوان الطبيعيه اللي بتطلعها كمان بتطلع فوق كومباوند، فولاتايل اورجانيك كومباوند. ودي الترند الجديد اللي بيستخدموه بره، يمكن في المانيا من 5-6 سنين، مصر عندنا اتعمل فيها دراستين ثلاثه. طبعا اضافه الى صناعه البيره وغيرها، طبعا يعني باعتبار ان المصريين القدماء هم اللي بداوا في العمليه بتاعه الايه؟ البوظه هي البيره المصريه القديمه يعني. كل دي حاجات تقدروا تعرفوها عن الفطريات، لكن علشان انهم حضرتي هقول لكم عده
necessarily volatile organic compounds between terpene alpha 3. انا اميره محمد جلال درويش استاذ مساعد في قسم الفود تكنولوجي مدينه ابحاث علميه وطبقات تكنولوجيه. انا بشكر الدكتور احمد عبد العظيم انه اداني النهارده الفرصه ان انا اقول المحاضره في اليوم الخامس الوطني الخامس للفطريه. الفن لما دكتور احمد اختار الفن لليوم الوطني الخامس للفطريات كان فانجاي سيد ايجيبت. فالحقيقه انا فكرت ازاي how can fungi help the world from the food science perspective. الحقيقه برضو في بحث ازاي افضل 50 طريقه ممكن بيها نستغل الفطريات. الحقيقه زي ما قال الدكتور صلاح دلوقتي البيبر دي الغريب فيها ان هي فيها 63 اوثرز زي ما حضرتك قلت. الشغل في مجموعات والتعاون يعني ما اعتقدش ان ممكن 63 مصري يقدر يحط اسمه على وان بيبر يعني. وخصوصا لقيت برضه الميكروبيال ايفكت. عشان كده اتعمل ريسبيز كتير لاستخدام المشروم علشان تكون مناسبه لكل الاذواق. الحاجه الثانيه اللي ممكن تبقى ابلكيشن للفانجاي في الفود اللي هي فرمنتيشن. الفرمنتيشن هي مختلفه يعني استهلاك الجلوكوز بالنسبه للفاينل برودكت. استهلاك الجلوكوز بيختلف من اورجانيزم للتاني. يعني مثلا الاسبرجلس بيبقى الفاينل برودكت بتاعه لاكتيك اسيد زي ما في الصويا صوص. اللاكتيك اسيد بكتيريا عموما بيبقى الفاينل برودكت بيبقى لاكتيك اسيد بيبقى زي الابلكيشن في تشيز واليوجرت. طبعا اللاكتيك اسيد بكتيريا ما نقدرش نحطها تحت الفطريات. احنا خلينا الاسبرجلس والساكاروميسيس في ابلكيشنز كتير سواء في البير او الواين او انتاج الكربون دايكسايد في المخبوزات. بدايةً الفرمنتيشن في البيرجز أو زي ما نسميها كده السبيريت درينكس بتختلف حسب بتستخدم الساكاروميسيس سيرفيسي بيبقى المنتج مختلف حسب المادة اللي ابتدى بيها إذا كانت فروت جوس ولا بارلي ولا شوركين جوس. في كمان الساكي الجابانيز ساكي بيستعمل اسبرجيلوس أورايزا و زي ما اشار دكتور احمد البوزه اللي هي منتج مصري قديم ودلوقتي من اكلات الشوارع في تركيا. بس النهارده انا هقعد بره بعمل شيرك كده الريزنس بتاعت البي اتش دي اللي انا عشتها امبارح. هو التايتل اللي دكتور احمد فكر واديني بيه هو دكتور احمد. الاول انا احب اشكره ان انا اشتغل مع دكتور احمد من 2009 تقريبا. من قد قال 2009 طبعا 2008 قعد اطمعنا 2006 بالظبط. من ايام ما كنت في ثانيه كليه كانت عندنا ماجستير وبعد كده خدت ماستر وركزت امبارح المناقشه الحمد لله. طبعا شرف ليا يكون استاذ يقول لك اكلمني من شويه. هو العنوان بتاع الكلام بتاع الحرب كله هل فعلا الرياضه تقدر تقتل حد سرطان الدم او الكيمياء زي ما الاسم بتاع الدم بتاع هو الاسم ده يعتبر مثال لبعض الحاجات اللي هي بتقدر تتحداها فعلا. يعني ده مجرد مثال واحد من ضمن حاجات كتير جدا. يعني كان شويه دكتور شريف اتكلم عن الكومبليكيشنز والديزيزز اللي بتسببها الفطريات والحاجات البسيطه الكلام ده كله. انا معلش هقعد الوجه كويس شويه ليه الفطريات دي. كل شغلنا كان بيتم على نوع معين من الفطريات اللي احنا كنا بنسميها الاندوفايتس. الاندوفايتس دي عباره عن مجموعه من الفطريات اللي بتعيش مع النباتات
الصورة اللي احنا شايفينها ديت، يعني انا لو عندي البلانت بتاعي هنا وعايش مع الهيبوفايتس، يعيش هما الاثنين في حالة من الحالات زي ما بيقولوا هي اللي هي تبادل المنفعة ما بينهم العرض. يعني انا بحاول استفيد منك وانت بتستفيد مني من غير ما احنا نأذي بعضينا. على النقيض عندي هنا الباثوجنز اللي هي فعليا بتأثر بايه على النباتات. كل الكلام ده بيأثر فيها حاجة فاكت مهم قوي، الانفيرمنتال فاكتورز. الثلاثة دول او الثلاث حاجات دول البلانتس والباثوجنز والاندوفايتس كلهم كنترول بالايه بالانفيرمنتال فاكتورز. عامة الاندوفايتس دي بعد ريسيرش تم كتير قوي اكتشفوا ان هي بتطلع ميتابولايتس وسكند ميتابولايتس كتيرة جدا، ليها عمليات كتيرة جدا. الميتابولايتس اللي بتطلع ديت زي الفينوليك اسيدز والكينونز والالكالويدز والبروتينز وشوية انزيمز. خلياس النبات كتيرة قوي كهرمونات حيوية، حاجات انتي انفلاماتري وحاجات انتي كانسر. المتعارف عليهم كلنا طبعا مش محتاجين ان احنا نوضح داتا حقيقية عن الكانسر. الكانسر مجرد ما احنا نقول اسمه كلنا عارفين، يعني مش هنقعد نقول بقى لا ده بيعمل لي ديز داس قد ايه في العالم والانزيم بتاعنا. وصلنا احنا عندنا تقريبا عندنا 25 سبيشيز عملت قدرنا ان احنا نجمعهم على خلال 4 سيزونز ومتقسمين بالكلاسيكيشن اللي قدام حضراتكم دوت. تقريبا كان اعلى حاجه في الفاني بتاعت الاسبرجيلس اللي هي الاسبرجيليسي. بدانا ندرس البايودايفرستي تاثير بقى شويه فاكتورز على التوزيع بتاع الاندوفايتس ديت اللي موجوده عندنا. يعني احنا درسناها على 4 سيزونز و23 نبات وتو تايبس اوف ميديا. عايزين نشوف ايه اللي بيأثر، هل هي بتأثر ولا هي بتظهر وخلاص؟ هل الاندوفايتس دي يعني ليها في حاجه بتأثر على ظهورها او على وجودها ولا لا؟ فعلا ده اللي حصل. بعد ما عملنا نعمل اناليسز، ده تقريبا عشان نوصل للجدول ده خدنا منه حوالي شهر او شهرين. عشان نوصل لده لان الفاكتور الرئيسي اللي بيأثر فعلا على البايودايفرستي او نسبه التنوع بتاعت الفطريات بتاعتنا هو التغير في نوع النبات. يعني في ريليشن قويه جدا ما بين النباتات بتاعتنا وما بين الفطريات اللي بتطلع وبين الاندوفايتس. يعني فعلا هي عايشه جوه الهوست، ما طبيعي ده الهوست بتاعي ودي الاندوفايتس اللي بتطلع، فطبيعي ان يبقى في علاقه ما بينهم هما الاثنين وعلاقه قويه. اي بقى تغيير تاني من نوع الميديا زي مثلا خدنا الكومبينيشن ما بين البانتو ميديا مع بعض، خدنا اعكاس سيزون ونشوف التاثير بتاعه، وعملنا كومبينيشن ما بين البانتو سيزون والميديا سيزون والثلاثه مع بعض، كلهم ادوني كنتائج ستاتستكس داني فاريشن. لما فيش تاثير خالص نو سيجنفكت ريزلت خالص لحد هاي سيجنفكت، قلت لي انا ما اقدرش اخد النتيجه ديت ابسولوت واعتمدها، لا هسيبها على جنب لو هتحتاج دراسات ثانيه زياده. بس اللي اكد لي المعلومه كان البلان. بعد ما طلع عندنا 25 نوع من الاندوفايتس بدانا نعمل سكرين ليها ونشوف قدره الاندوفايتس ديت ان هي تطلع الانزيم بتاعنا. ده كان كلها بتتعمل في كيميكال اسيز عاديه خالص. كان الصورة عند في الاخر كلهم ان انا عندي خمس انواع من الاندوفايتس، تسع مورفوتايبس بتاعتها قدرت ان هي تطلع الانزيم بتاعتها. دي القرايات اللي احنا خدناها مع السبكتروم فوتومتر وبدا يديني اقيس اقدر بقى كميه الانزيم اللي طالعه عندي. لفت مثير شويه للاهتمام اللي هو لازيليو فيديا سوكتومي، ما كانش اتعمل عليه دراسات كتير قوي، كان بيتكلم في حوالي اثنين او ثلاثه اللي اتعملوا على مدار التاريخ كله على الفلتر دوت، ان هو بيتكلم ان هو بيقدر يعمل برودكشن للانزيم. وكان في اكبر ان الاكتيفيتي بتاعتنا اللي طلع منه تعتبر اكبر اكتيفيتي اتسجلت على الفلتر ده قبل كده اللي طلع لي الانزيم دوت. خدنا الفلتر دوت وبقى نجرب نعمل شويه اكسبيرمنتس عليه عشان نحسن من قدرته على انتاج الانزيم. يعني مثلا هنا اهو هنا كان الرقم عندي تقريبا بتاع الاكتيفيتي 152. بعد ده بدانا نعمل اوبتمايزيشن عليها شويه 175. كل ده زود من نشاط الانزيم بتاعي، عايز اطلعه في صوره اكبر شويه. بعدها بشويه عملنا اكسبيرمنت زياده خليتها نعمل جمب من 175 دوت ل 315 الاكتيفيتي بتاعتي. حلو قوي، وصلت للنقطه دي بدات ان انا احاول اعمل فيريفيكيشن للانزيم بتاعتي. دي جدول لحد مهتم يبص على الفيريفيكيشن بتاعي وازاي عملنا وحسنا من قدره الاكتيفيتي بتاعت التنظيم بتاعتنا او اوصل ليه صوره نقيه. دي التشارتس بتاعتنا اللي كنا بنجمع بيها الفراكشنز اللي احنا قسمناها بالكولنز. وصلنا ان انا للمنظر الثاني دوت ان انا بقى عندي بيك بالمنظر ده كده، معناها ان انا عندي حاجه لوحدها وحاجه ثانيه شويه حاجه جنب بعض، لان ما كانش واحد بس اكتر واحد مع بعض كده. كويس جدا لو انا خدت دي على جنب وبلف
اعمل سكريننج اشوف فين طالع لي اس بي اس فيج عشان اشوف البنكرياس ليه. طيب علشان الكوفيليوشن وقعدت الطفل جوه النبات خد منه جزء من الجينوم، وده اللي كنت بسال فيه الدكتور باسم امبارح. وات ذا ديفرنس بتوين سيستميك اندوفايت اند نون سيستميك اندوفايت؟ سيستميك ده قاعد حياته ومكملها جوه صاحبنا، نون سيستميك ده معدي عابر كده داخل من التربه وقاعد لكن ما كملش. ولذلك السيستميك لما بغسل من الارتميزيا طول الوقت فلاقي فيه 15 سبيشيز سيل، لما الاقيهم بقى 20 اعرف ان في ترانزيت بس كده معدي كده عابر داخل، لكن في 15 ستيل وسيل. لما دكتور الاثنين بيقولوا بس احنا لما بنيجي ندرس الدكتوره مروه باي دايفرستي بتبقى العمليه بالنسبه لنا صعبه شويه، لانك انت عارفه تقسيمات الاندوفايت زي ما محمد قال ان الاندوفايت هو كائن بيقعد جوه النبات بدون ما يحدث اي اعراض مرضيه. فباسم لو عايز من نبات وعايز يتاكد ان ده جاي من جوه النبات فبيعمل سيرفيس سترايزيشن ويغسل ويبدا يزرع، وهو بيزرع انت فاكر واحنا بنشتغل على النباتات المائيه او السيلز انا مش فاكر اشتغلنا مفصل كان لازم نعمل سيرفيس سترايزيشن كويس قوي، وبعدين تيجي تعمل بصمه من النبات قبل وبعد الزراعه، بتعمل بصمه من النبات عشان تتاكد ان مش طالع على سطحه حاجه اصلا وعامله كونتامينيشن، وبتزرع وبتتاكد ان هو طالع منين؟ من جوه النبات. جوه النبات يعني بيطلع ماده فعاله جايه من النبات 100% اللي بينتج النبات. يعني الدكتوره هاله شعبان في القضاء تقول لك انا عايز اشتغل على نبات او فطر بيطلع الكالويد، جميل جدا، تروح تدور على الداتوره تجيب من الداتوره وتعزل هتطلع فطر بيطلع الكالويد، تزرع الفطريات تعزلها في الطبق تزرعها ليكويد ميديا وتعمل الاختبار اللي بيشكل لها الكالويد فيديها بيجمنت صفراء في الدي ان سي تاخده وتكرره وتشتغل بدون وجع دماغ وبدون قلب. يعني هو ربنا عملها لنا سهله قدامنا. بس احنا دكتور برضه في احتماليات ان انا مثلا وازرعه على مديات مختلفه يديني مواد مختلفه. شوف يا دكتوره يعني هو نفس الفكره مره يديني الكالويد في الميديا اللي انا اتفرجت عليها ومره ثانيه لا. لا حته بقى انا بتكلم على سكندري برودكت، سكندري برودكت اهو انا ماليش دعوه بالبرايمري، لو هتكلم على سكندري برودكت فانا لازم ادرس كويس جدا البارامترز اللي بتتحكم في الليبر، يبقى لازم اعمل التاكوشي تيست اللي عملها باسم في رسالته اشوف البي اتش تمبريتشر لاب 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 كل الفاكتور. لو بتكلم على برايمري حاجه ثانيه، لكن السكندري برودكت لازم ادرسها بشكل كويس قوي، لانك انت بتتكلمي هنا على ميديا. ما انا احمد اهو اكلت طعميه هيحصل لي ايه؟ كلت لحم احمد ابو لحمه ايه الحكايه؟ لكن بس شويه عضلات بتتخن مش عارف كل ايه قرر كده. ما سكن ده ليه رايتس يبقى لازم تعمل تابوشي فيكسبل. ممكن يكون النبات ده نفسه ما عندوش انتاج الالكلويد كاساسي في المواد السنويه فعشان كده هيطلع قليل. لا احنا بنتكلم هنا يا دكتور على الفطر، احنا بنقول ان الفطر هو الفطر بياخد منه الفطر بياخد الجينوم اقرب حاجه اسمها كوفيليوشن فيه. ولذلك لو هو سيستميك قاعد معاه وداخل، احنا عندنا واحده شغاله على القمح السلالات القديمه فبتعزل من القمح السلالات القديمه، فبتجيب البذره الاول بتعزل منها بتعزل من النبات بعد الزراعه وبتاخد الكائن بتاعك تضمن ان هو دخل ولا ما دخلش. لو ما دخلش ما بقاش سيستميك ترانزيت، وليها طريقه في الادخال. عندنا المحاضره الجايه فيتامين اي والفيتامين سي والفيتامين سي.
النبات يكون تحت هارش كونديشن، كل ما بيدي قلب اكسجين عالية لأنه بيحاول يعيش، عكس اللي جاي من مكان الظروف البيئة اللي حواليه كويسة، فيدي قلب اكسجين بسرعة أحسن لما يكون في هارش كونديشن. لا عايزين الحتة دي. أوكي. النبات لما يكون عايش في هارش كونديشن في ظروف صعبة بيحاول سيرفايف يعيش، فبيفقد أنتي أوكسيدنت عشان يقاوم الاسترس اللي واقع عليه من زيادة في الملوحة، نقص في المية وهكذا، برودة جدا. يعني النباتات اللي عايشة مترفهة تحت الصوب الزراعية دي ملهاش مع السلامة. لا هو الأفضل بالنسبة لأنتي أوكسيدنت البري أحسن. ايوه طبعا احنا متعرض لهارش كونديشن طبعا، ففي مصر احسن ما نجيبه من بره، لان احنا في سانت كاسل زي ما دكتور احمد قال، طبعا سانت كاسل محميه طبيعيه وفي كمان ديفرنت انيبيشن، فكل ما بنعلى بيزيد تركيز السكندري ميتابولايت في النبات نفسه، فبنقدر نجيب مواد فعاله افضل. تمام. دي صار عملها دكتور احمد وهو جاي في البلد، فبدأت الناس أو بدأت الحياة في الموضوع ده واكتشفوا القبيلة دي، هي قبيلة مسلمة في الهند وباكستان زي ما قلنا. القبيلة دي ليها رتم، يعني ليها رتم الحياة يعني يخليكم يعيشوا فترة طويلة جدا، هم ما يعرفوش حاجة عن حاجة اسمها كانسر، ما يعرفوش الأمراض، السيدات ممكن تنضج في عمر 69 ممكن فيهم واحد يعيش لغاية 140 سنة. عملوا دراسات عليها كتب كتيرة وجدوا ان هما المية بين الجبال عندهم بتحتوي على انتي اوكسيدنت وهي طبيعتها الكالوريز، يعني المية بتاعتها الكالوريز اللي بتعدين من جسم الانسان اصلا والضغط بتاعنا الكالوريز، جسم يحب الحاجة تكون الكالوريز، فالمية عندنا متعددة، المية في المنطقة دي الكالوريز وبتحتوي على نسبة كبيرة من انتي اوكسيدنت، غير ان هما ليهم طبيعة حياة او طبيعة حياة الأكل كده بيمتنعوا عن أكل اللحمة 3 شهور، بيعيشوا على المشمي ده غني بالأنتي أوكسيدنت وعلى الفواكه المكثفة كمان وعلى الويلمر، والويلمر ده مليان بالبوتاسيوم، فطبعا الموضوع تأثر فيهم جدا، هم ما يعرفوش حاجة اسمها كانسر، هم بينضفوا زي ما أنا قلت في أعمار كبيرة جدا، شوفوا الصور دي قبل 99 سنة ويعملوا 88 سنة، مفيش فرق تقريبا. And it goes in 65. You will come with us for 16 seconds. والمرصد الطبي لمحافظة بورسعيد لمشروع تهذيب الأسرة وطالب ماجستير في قسم الفارماكولوجي في جامعة فرانسيس الإسماعيلية. هكلمكم النهارده إن شاء الله عن حاجة بسيطة كده بعنوان نوفل فارماكولوجي كومباوند فروم ذا إيجيبشن فانجي. طيب أول حاجة عايز أتكلم عنها وأول سؤال هنواجهه، إيه أصلا الإندوفايتس؟ طبعا دكتور بس هنتكلم بشكل مختصر كده في الأول عن الموضوع، بس هنتكلم بشكل موسع شوية. الإندوفايتس هي مايكرو فانجي بتخش تعمل إنهبيشن، سوري أو تعمل إنهبيت للبلانت تيشوز أسيمبتوماتيك، يعني إيه؟ يعني تخش من غير ما تضر البلانت زي ما دكتور بس قال بالظبط، تاخد منه منفعة وتنفعه من غير ما تضره تماما. طيب أنا بقى بستخدمها في الجزء بتاع شغلي ده في إيه؟ أنا دلوقتي زمان كان بيحصل عندي مشكلة ان انا لو في مثلا عندي بلانت ريت بلانت من مدرسنا بلانت الناس عايزة تخرج منه مية فعالة، كان كل اللي بيحصل في مصر ان الناس تروح تجمع كمية كبيرة جدا من البلانت ده عشان يطلع منه 1 ملغرام مثلا من المادة الفعالة، يبقى انا قضيت على كمية كبيرة جدا من النبات وهديته الدكتورات وفي الاخر جمعت حاجة بسيطة جدا ممكن ما تنفعنيش في الاختبارات. طيب ايه بقى فايدة الاندوفايتس دي في الموضوع؟ الاندوفايتس فيها ميزة ان هي بتنتج نفس الاكل الميتابولايت اللي بينتجه النبات اللي هي عايشة معاه، يعني دي هتنتج ماده فعاله اكس فالاندوفايت تنتج الماده فعاله اكس، دي هتنتج واي ده هتنتج واي، فانا بكل بساطه بدل ما اخد النبات كله بقدر استخدم بطريقه معينه الاندوفايت الفانجي اللي جواه واطلع منه الماده الفعاله واعمل لها زياده واخد منها كميه انا عايزها من غير ما اضر النبات، يبقى انا نفس المكان. تمام، دي الفكره العامه بتاعت الشغل. طيب زي ما اتكلمت دلوقتي كده عن اهميه الاندوفايت ان انا ان هي بتدي نفس الاكتر ميتابولايت بتاعت الريتنال بلانت، تاني حاجه ده بيدي فرصه زي ما حكينا كده للطبيعه ان هي تسيب الريسورسز بتاعتها زي ما هي، مش محتاج ان انا اسحب الكميات الكبيره اللي اتكلمنا عنها عشان اطلع ماده فعاله بنسبه قليله قوي. طيب
طبعا من قديم الازل المصريين القدماء والبابليين والسومريين كان دايما موجود على المقابر وعلى المعابد بتاعتهم صور للبطريات واهميتها من زمان في ان هي بيتعالجوا بيها وبياكلوها عشان القيمه الغذائيه اللي فيها. طيب الشغل عندي ابتدى ازاي؟ الشغل عندي ابتدى ان احنا بدانا من سانت كاترين من كذا سنه جمعنا حوالي او اشتغلنا على حوالي 21 سبيشيز عاملين انهبت شجرين موجودين جوه ست نباتات ست مدرسات بلانس طلعت منهم حوالي 9 انزيمات من 13 ايزر. طيب التسع انزيمات دول عندنا من ال 13 ايزر عندنا ادوا بوستف اكتيفيتي للاميليز سيريوليز كايتينيز استريز لاكيز لايكيز بكتينيز بروتيز و30% بس الثيوزينيز. طيب انا دلوقتي الحاجات دي كلها زي ما حكينا كده لو اشرحنا الدرس الاول دي مجرد استراتوب شغالين عليها. دي بعض النباتات اللي اشتغلنا عليها هناك في سانت كاترين من وادي الاربعين. اتجمع 100 سامبل من كل مكان من 10 اماكن 10 سامبل من كل مكان. حصل بعد كده ايزوليشن للانتوفيتك فونجي لجوه النبات ده عن طريق السيرفس ايزوليشن تكنيك بتاع دكتور احمد عبد العظيم وفاطمه سالم. الطريقه بتبقى بكل بساطه ان احنا بنجيب البلانت وبنعمل له ووشنج في الرننج ووتر لمده 7 دقائق بعد كده ديستلد ووتر بعدها بعمل بي سالوت 70% بعد كده ديستلد ووتر ثاني ببدا بعد كده اشتغل على الميديم بتاعتي اللي ببدا اعزل عليها الفلتر. تمام. طيب طلع ان عندي كميه انزيمز موجوده زي ما حكينا بالظبط في السلايد اللي فات ببدا بعد كده اهو الناس المختصه في الجزء زي دكتور احمد عبد العظيم ان هو يقدر يعمل ايدنتيفيكيشن للفانجي اللي طلع ده بالانزيم بتاعه بالفينوتيبك كاركترز عن طريق ايدنتيفيكيشن كيس اللي هو بيبقى شغال عليه. طيب دي حاجات كده اهو عندنا الجي بي اس ريدنج بتاع الثلاث سبيشيز اللي خدناها من سنه 20 زي ما قلنا زي الفا. دي صوره مع دكتور احمد عبد العظيم هنا باين عندي قوي في السلايد دي كل نبات او كل سورس جبت منه حاجه وعندي الانزيم اللي طلع منه الانزيماتيك ستيت طلع منه عامله ازاي؟ يعني فليكن عندي الارتميزيا هيربا قلبه طلع منه الركيز على حاجه. الارتميزيا هيربا قلبه في ايزولت في مكان ثاني طلع منه الاميليز على حاجه والركيز على حاجه مع ان في الاولانيه الاميليز طلع فيها قلب. وده بيبين عندي ان انا عندي دايفرستي رهيبه جدا في جزء الانزيمات اللي بيطلع من نفس النبات بس في مكان اخر. طلع عندي 9 انزيمز اللي اتكلمنا عنهم شويه واكثر من 90% من الاندوفيتك ايزول اللي طلعت عندي في الاستاذ دي طلعت في الاساس سيريوز. اوكي فده انا بشتغل عليهم وعبد العظيم وفاطمه سالم 2012 ريكوردد هاي لاكيز برودكشن انكلودنج جلوكوز. دي عندنا السبيشيز اللي اشتغلنا عليها بالنسب بتاعتها ودي قدامكم شكل للاطفال اللي اشتغلنا عليها فعليا. مثال بسيط قوي للايبيز هنا اهو ما كانش باين عندي الجزء بتاع الانزيمات الاكتيفيتي بتاعه بالجهاز تحت اليو في واضح في اكتر. طبعا كل ده كان هدفه الاساسي ان انا ابقى حافظت على كميه النباتات الموجوده عندي ابقى استخلصت انزيمات مفيده جدا للجزء الصيدلي او الجزء الطبي او المكان عموما. ده طبعا بيبقى محتاج دراسات اكتر واكتر لكن دي مجرد دراسه مبدئيه. كل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان الموضوع بروميسنج جدا محتاج بس شويه وقت ومحتاج ان احنا نبدا نحافظ على البيئه بشكل اكتر شويه محتاج ان احنا نطلع الشغل ده ونبدا نعمله على راجل السيل. متشكر لكم جدا طولت عليكم. البلت فنثبتها باي حاجه من مثبتات البلت لوكس لايك كالسيوم الجنيد سيليكيت بلانت جيل ونقدر نعملها تركيز معين وبعدين نبدا نمرر الميه عليه فالميه تبدا تحش زي ما احنا عايزين عايزين من كاترين اسبراجيلوس فوكريشيوس لان كاترين الميه فيها ميه الابار ملوثه بالسوريوم واليورانيوم لان الجرانيت اللي هناك في الطاير. فاحنا عايزين فطريات بتمتص الكلام بيتقال عليه بايسوربشن بس لازم نعلقه بشكل معين. ماشي يا ان شاء الله النهارده هنكلمكم على حاجه كبيره جدا وناويين باذن الله نعملها في المستقبل باذن الله يعني. ان شاء الله هنتكلم النهارده اول حاجه عندنا هنتكلم على الانرجي وهنتكلم على الفانجاي بروميسنج سورس اوف رينيوبل انرجي وعن الريسيرش وعن الستيب تو كالتيفيت ذا اوبتمايزنج فانجي اوف مانجانيز وان شاء الله عن الاور فيوتشر بلان. مبدئيا كده قبل ما نتكلم بيولوجي ان احنا نقدر نفيد البيئه واننا نقدم لها مصدر من مصادر الطاقه المتجدده زي ما الدكاتره قالوا
المجالات الثانيه ان احنا قدرنا نستعمل الفطريات كانتي اوكسيدنت انتي كانسر اند تومر زي الفطريات اللي عندنا الشيتوكي مثلا عندنا الجيروديرما وغيرها من الفطريات الثانيه. فنقدر ان احنا نستعمل برضو الفطريات في اننا ان هي كريوبل سورس من الانرجي بحيث ان هو هيكون مفيد للانفايرمنت مش هيبقى بسبب بوليوشن قوي ليها. فنقدر ان احنا نعمل كده وبالفعل اشتغلوا وقدروا ان هم يتوصلوا ان احنا نستعمل الفطريات كباي ديزل او باي فيول بدل الديزل والفيول اللي احنا بنستعمله بيبقى فيه كيميكال كومباوندز. كيميكال كومباوندز دي طبعا هتبقى هارمفول على البيئه فاحنا استعملنا بديل مش هيبقى فيه ليه تاثير قوي ضار على البيئه. بس احنا مركزين اكتر على ان احنا نستعمل الفطريات في انتاج البطاريات وهي الفطريات المكسده من المنجنيز. هل في دراسات اتعملت على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ هو ده اللي هتكلم عليه. طبعا زي ما سلمى قالت اهميه الفطريات. هل في فطريات بتاكسد المنجنيز؟ ايوه طبعا في دراسات بتدل على ذلك. طبعا اولا في دراسه بره مصر ان في مجله سيل بريس في 17/3/2006 توصل لجاد الى كيفيه تحويل الفطريات الاكسده المنجنيز للبطاريه القابله للعاده في الشحن. كمان حيث اشتغل على فطر نيوروسكورا وكمان لاحظ ان الفطر ده بيحول المنجنيز الى معادن لها خواص الكتروكيميائيه. في دراسه كمان جوه مصر في 23/11/1988 قام حسن موسى الشاروني في كليه علوم قسم نبات في جامعه اسيوط ان هو قام بجمع 100 عينه من التربه في مناطق زراعيه مختلفه وكمان وتوصل لعدد معين من الفطريات لها القدرة على أكسدة 8 أنواع مختلفة من أملاح المنجنيز. ودلوقتي خديجة هتقدم لنا الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب احنا أول حاجة عملناها إن احنا بدنا نجمع عينات سويل مختلفة. جمعنا 5 عينات من مانجروف سويل متتاجة في البحر الأحمر. استخدمنا 2 different types of media. دي الميديا الأولانية دي according to نيادة 2004 الميديا الثانية دي according to ديلاتوري 1998 وطبعا عملنا حوالي 25 طبق زرعنا عليهم الفطريات اللي عيناتنا عندنا وكانت النتيجة بعد حوالي أسبوعين من 3 أسابيع incubation في room temperature دي كانت النتيجة اللي ظهرت لنا. دوت شكل الفطريات بتاكسد المنجنيز على الميديا الأولانية. الفطر هنا بالإنديكيتور بتاعنا إن هو بيحول لون الميديا للون بني شوية ده إنديكيتور إن الفطر فعلا مكسر المنجنيز. الميديا التانية الفطر هنا بيعمل سبوتس كده حوالين الكولونز بتاعته ده برضه إنديكيشن طبعا أكوردنج تو الأبحاث اللي أي كلمت عليها ده إنديكيشن إن الفطر فعلا هو مكسر المجانيز. احنا طبعا دي دراسه مبدئيه واحنا توقفنا مده معينه الدكتور بتاعنا سافر طبعا فان شاء الله كده يوافق لنا احنا هنعمل ايه بقى. دلوقتي زي ما شفنا في النتائج بتاعتنا ان اتمنا ديفرنت سبيشيز وبتضاف على انواع معينه من الصخور فبتطلع مركبات في صوره بروتونز فبتبدا تنقل الموجه والسالفه بقى عندك بطاريه. والانواع بتاعه الحجاره اللي احنا بنستخدمها ماليه مصر كلها يعني عندنا كومون بشكل كبير جدا يعني فهي يا دوبك هم وصلوا لي حوالي 70% من الفكره ان هم يلاقوا الكائن. لو حضرتك دورت في الليتريتشر اتش جاست وان بيبر ان ايجيبت مانجانيز اوكسيدايزنج فانجي ان ايجيبت الشاروني 1990. طب الدكتور عايز اعلق تعليق من الناس اللي كده لا مش من فرق من البيت عايز اعلق تعليق يا دكتور ودي انا دلوقتي لسه جاي في خاطري دلوقتي. سيدنا يوسف لما قال وضعني على خزائن مصر مش خزائن مصر المعادن والذهب خزائن مصر عقول المصريين بس لا حقيقي خزائن مصر عقول المصريين. لو 10 من حضرتك موجودين واشتغلوا زي حضرتك مش اشتغل كده احنا بصراحه يعني انسى لا لا انسى انسى الخزائن هم عقولنا حد السقف يعني وارجو ان احنا النهارده نكون عملنا شيدنج لللايت على مشاكل مصر في الفطريات. شريف قال الكلام بتاع الامراض الفطريه اخونا الدكتور يونس ما كانش سعداء الحظ المره دي من حضرنا والمره اللي فاتت حضرنا على
تأثير الكلايمت تشينج وأمراض النبات في مصر، وإزاي الكلايمت تشينج لما يزيد أمراض النبات وقدرة الفطريات تصبح أكثر شراسة وتعرض الفطريات المصرية. كان عندنا المفروض إن في بحث هتيجي تعرض النهاردة، ما توصلنا إليه بشأن استحساس المقاومة في القمح بواسطة الفطريات الداخلية، وجعله مقاوم للظروف البيئية الصعبة شوية زي الملوحة والحرارة، بس الظروف حالية. بدل من الجين لجين، وإن الجين مش له وظيفة واحدة، للجين له أكثر من وظيفة. غلط نقل الجين لجين. بص يا دكتورة، احنا عملية نقل الجينات دي آخر حاجة بنستخدمها، لأن ده مش عند حضرتك، أنا بقول عن الموضة. الموضة اللي بوظت الجين. حضراتكم عارفين إن البرودكت والجينيتك إنجينيرنج برودكت بشكل دي بقت صعبة. لكن احنا طول الوقت احنا عندنا حاجة من القمح السلالات القديمة بيتوه مصطلح تحت اسم خطأ يقولوا عليه القمح الفرعوني. احنا اتفقنا مش حاجة اسمها قمح فرعوني. هو كيموت، والكيموت ده اصلا حصل له ناتشورال هايبرتايزيشن بين شعير وبين قمح طبيعي عبر الاف السنين. القمحية طويلة، رباني يعني، رباني. ايوه انا عايز القمحية بتاعتها طويلة، والشلة بتاعت القمح الواحدة بتطلع 20 برانش. فده احنا شغالين عليه دلوقتي مع استاذنا الدكتور مجدي عبد الظاهر في كليه الزراعه جامعه الاسكندريه في سببش. فده شغل كتير جدا شغالينه ان شاء الله. طبعا احنا كده بندعوكم كله بلا استثناء باحثين، انفايرونمست، دكاتره، صيادله، اولياء امور، انكم تتعاملوا كلكم بشكل من الاشكال لوضع الفطريات على الخريطه المصريه. احنا بقالنا دلوقتي سنين ساحبين القفه وبنجري بيها، وفي البرزنتيشن الاولاني اللي انا وريته لكم خالص في الاول، انا لفيت من 2009 من فنلندا لغايه الاسبوع اللي فات في ايطاليا، طول الوقت بناخد علم مصر ونتكلم على الفطريات المصريه. يا ريت اللي عنده فكره وعايز يطبقها اهلا وسهلا. دكتور يونس والدكتوره اميره مدينه مبارك للابحاث العلميه، اللي عايز اتواصل معاهم ويتواصل معاهم هم يوصلونا. الدكتورة يسرى جامعة فارس والمعهد العالي للصحة في الإسكندرية، دكتورة هالة جامعة الأزهر كلية الصيدلة، دكتورة مروة تميم تيودور بالهارس، دكتور باسم مصر الدولية بالغصفي كل مرة نساها بس مصر يعني، جامعة NSA أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، دكتورة إيناس، دكتوره نسرين معهد بحوث البترول، وانا معهد بحوث تكنولوجيا الغذائيه، يعني مجموعه كبيره جدا متميزه نقدر كلنا نتفاعل مع بعض ونطلع برودكت طبيعيه تفيد المصريين. فتحت امركم في اي حاجه. الويب سايت بتاعنا fungiofegypt.com، كل البرزنتيشن النهارده هتنزل عليه باذن الله بالكثير بكره، كل المحاضرات اللي الاستاذ قالوها اللي هو موجوده اوريليا، هتلاقي عليه هناك الكتاب بتاع المشروم، هتلاقي الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت عن الجانوديرما محطوطه اللي عرضتها بنتنا شيماء، كانت معانا فريق عمل السنه اللي فاتت لغايه ما جت تسجل، فاكتشفت ان استخلاص اللي هي عايزه تستخلصه بالطرق بتاعه البروتين هيكلفها فوق ال 100,000 جنيه، فعملت ديفيوجن ودخلت في مجال تاني وهكذا. فتحت امركم في اي حاجه، وكلنا في الاخر عشان مصر. شكرا لحضرتك النهارده.